نبدأ مع زيارة نائب جلالة الملك وولي العهد سمو الأمير الحسين عبد الله الثاني إلى البعثتين الأولمبية والبار أولمبية المشاركتين في دورتي الألعاب الأولمبية والبار أولمبية اللتين تستضيفهما العاصمة الفرنسية باريس في تموز الحالي وآب المقبل، حيث التقى سمو الأمير الحسين وبحضور سمو الأمير فيصل ابن حسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية جانبا وتابع جانبا من تدريبات المنتخبات الوطنية خلال زيارته لمركز الأداد الأولمبي في عمان، وهنأ سموه المشاركين المتأهلين متمنيا التوفيق لهم خلال هذه المشاركة. وتفتتح الألعاب الأولمبية في باريس في 26 من الشهر الحالي وتستمر حتى 11 من آب، فيما تقام دورة الألعاب البار أولمبية في 28 من آب المقبل وتستمر حتى 8 من أيلول المقبل. وحضر اللقاء سمو الأميرة آية بنت الفيصل رئيس الاتحاد الملكي أو الاتحاد الأردني لكرة الطائرة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور ساري حمدان وأمين عام اللجنة الأولمبية رنا السعيد.